بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بنكمل سلسلة شرحنا للفاينانشال اكاونتنج او الاكاونتنج برنسبلز، مبادئ المحاسبة او المحاسبة المالية. المحاسبة المالية بتفكرك بإيه؟ بتفكرك بالانترنال ولا الاكسترنال يوزرز؟ بالاكسترنال يوزرز. قلت لك هو ده الجزء الايه المطلوب مننا. تكلمنا سابقا عن تعريف المحاسبة وإيه هي الأنشطة المحاسبية ومين مستخدمي الداتا بتاعة المحاسبة، ومؤخرا اتكلمنا عن الايكونوميك انتيتي اسامبشن اللي هو الشخصية الاعتبارية للشركة، واتكلمنا عن أنواع البيزنس. وقلت لك إن أنا اللي يهمني أول نوع اللي هو البروبريتور شيب اللي هو المحاسبة اللي قررها على حضرتك الترم ده، واتكلمنا بشكل مفصل عن الاكاونتنج ايكويشن، المعادلة المحاسبية اللي هي بتقول إن الأسيتس إيكوال لايبيليتي بلس أونرز إيكويتي. الأسيتس يعني الأصول، وقلنا أمثلة على الأصول زي الأكاونت ريسيفابل، النوت ريسيفابل، الكاش، الإنفنتوري، اللاند، الإكويبمنت، البيلدينج، كل السبلايز، كل دي أمثلة على الأسيتس. أصول يعني حاجة تخص الشركة، حاجة بتاعة الشركة، بتمتلكها الشركة. أما اللايبيليتي هو دين على الشركة، التزام على الشركة، أي حاجة بيبل، أي حاجة بيبل، زي الرواتب اللي الشركة من المفترض إن هي هتدفعها آخر الشهر للموظفين عندها، أو الشركة واخدة قرض المفروض هتسدده، الشركة مديونة، أكاونت بيبل أو نوت بيبل. اما الاونرز ايكويتي هي حقوق الملاك اللي في الشركه، عباره عن ايه؟ قلنا باختصار زي ما التعريف كان بيقول، هي عباره عن الصافي، الصافي بتاع ايه؟ بتاع طرح الاسيتس ناقص اللايبيليتي، هيديني اوتوماتيك الاونرز ايكويتي. يعني لو الاسيتس كانت بمليون جنيه وكان اللايبيليتي ب 300 الف جنيه، يبقى تلقائيا الاونرز ايكويتي كام؟ ب 700 الف جنيه. هو ده كان حديثنا المره اللي فاتت عن الاكاونتنج ايكويشن، وكان في جزء مهم جدا 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 قلت لك هنتكلم عنه بالتفصيل المره الجايه، وهو السطرين دول. السطرين دول بيقولوا ايه؟ each transaction must be analyzed in terms of its effect on the component of the basic accounting equation. نقرا السطر بالعربي زي ما هو مترجم كده، وبعد كده ابدا افصص لك حته حته. بيقول لي يجب تحليل كل معامله، كل معامله اللي هي ايه؟ اللي هو الترانزاكشن. اللي هو ايه الترانزاكشن ده؟ اللي هو الحدث الاقتصادي، الايكونوميك ايفنت. يعني ايه برضه ايكونوميك ايفنت؟ فاكر لما جبت لك الرسم في البدايه خالص وقلت لك ان الراجل ده بدا يجيب لي كل الفواتير؟ اه، السولد بيفرج، بيع المشاريب او بيع الطعام او دفع فلوس الكهرباء او دفع الايجار او دفع الرواتب، كل ديت احداث اقتصاديه. مين اللي هيبدا يمسك الاحداث الاقتصاديه ديت؟ المحاسب. يبدا يعمل لها عمليه ترانزاكشن ويبدا يصنفها، هل هي ايرادات ولا هي مصروفات، وبعد كده يبدا يسجلها ويطلع لنا بيانات في الاخر يوصلها للانترنال او اسف الاكسترنال يوزر، الاونرز بتاع الشركة. فهو ده اللي أنا بكلم حضرتك فيه، تمام؟ ده إيه؟ ده الترانزاكشن. برضو مش فاهم، شوف السطر التاني بيقول لك إيه؟ each transaction has dual effect. dual effect يعني تأثير مزدوج أو تأثير ثنائي على الإيكويشن. برضو ما فهمتش، صلى على النبي. مش دي المعادلة المحاسبية؟ اه، دي المعادله المحاسبيه. مش انا قلت لك ان لو كان المثال بتاع السيشن اللي فات كنت بقول لك ان الاونرز ايكوتي الجماعه دول معاهم 8000 جنيه، راحوا خدوا قرض او استلفوا 2000 جنيه عشان يشتروا مثلا عربيه قيمتها 10000 جنيه. حصل؟ حصل. مش انا قلت لك ان المعادله لازم تكون متزنه؟ اه. ماذا لو ان قيمه العربيه كانت ب 11000 جنيه، ايه المفروض يحصل؟ ده افكت، ده تأثير حصل. التأثير اللي حصل، حصل زيادة ولا انخفاض في قيمة الاسيتس؟ حصل زيادة في قيمة الاسيتس، الاسيتس اللي جرى لها دلوقتي زادت. فطبيعي ان لما يحصل زيادة في قيمة الاسيتس
لازم يحصل حاجه الناحيه التانيه، يا اما زياده في قيمه اللايبيليتي، يعني اللايبيليتي ده يبقى مثلا ب 3000 ويفضل الاونرز ايكويتي زي ما هو ب 8000، صح ولا غلط؟ صح. او يحصل العكس، ايه؟ ان اللايبيليتي يفضل زي ما هو ب 2000 والاونرز ايكويتي يبقى بكام؟ ب 9000 يزيد، صح ولا غلط؟ صح. يبقى اذا التاثير حصل بشكل مزدوج. ازاي؟ لما حصل تاثير في الاسيتس والاسيتس حصل لها زياده، ايه اللي حصل تلقائيا؟ الدين هيزيد بشكل تلقائي، او لو الاسيتس زادت الاونرز ايكويتي يزيد، صح؟ او حاجه تانية، الاسيتس لو زادت اسيتس زيها تقل، بحيث يبقى التاثير حصل منه فيه جواه. يعني ايه؟ نفترض ان الزياده مقدارها موجب 5، فلو الاسيت زاد بموجب 5 لازم اللايبيليتي تزيد بموجب 5، او الاسيت تزيد بموجب 5 يبقى الاونرز ايكويتي برضه هتزيد بكام؟ بموجب 5، او الاسيت تزيد بموجب 5 وتقل بموجب 5، فالموجب ده يروح مع السالب ده، فيبقى كأني مفيش تأثير حصل. ده بيحصل امتى يا محمود؟ ابسط لحضرتك، انا كنت بقول لك ان انا دلوقتي عايز اجيب عربيه قيمتها 10000 جنيه، اللايبيليتي كان ب 2000 والاونرز ايكويتي كان ب 8000، تمام؟ عرفت ان قيمه العربيه زادت بمقدار 1000 جنيه، فدلوقتي الاسيتس هتزيد بكام؟ ب 1000 جنيه. انا بقى مش هروح اخد فلوس من الملاك ولا هروح اخد دين، ده انا معايا في جيبي 1000 جنيه كاش. مش انا قلت لك المره اللي فاتت ان الكاش الفلوس تعتبر اسيتس؟ فاكر كده؟ قلت لك الكاش اسيتس، المبنى اسيتس اللي هو البيلدينج، اللاند تعتبر اسيتس، الفرنتشر يعتبر اسيتس، الايكويبمنت تعتبر اسيتس، السبلايز تعتبر اسيتس، الكار تعتبر اسيتس، البيلدينج يعتبر اسيتس، كل دي تعتبر لانها اصول خاصه بالشركه، تمام؟ فانا معايا فلوس، فدلوقتي انا زودت قيمه العربيه اللي هي الكار، زادت بمقدار كام؟ 1000 جنيه، ورحت دفعت فلوس كاش. دلوقتي انا لما اطلع فلوس من جيبي، يبقى الفلوس اللي في جيبي قلت ولا زادت؟ قلت، يعني الكاش قل، فالكاش هيقل بمقدار كام؟ بمقدار الزياده اللي هو 1000 جنيه. فكده اللي حصل ايه؟ حصل تاثيرين اتنين على الاسيتس. انا قلت لك اي تاثير بيحصل بيحصل قصاده تاثير الناحيه الثانيه، سواء كان في الاسيتس نفسها او في اللايبيليتي او في الاونرز ايكويتي. يبقى دلوقتي حصل 3 تاثيرات، الاسيتس زادت عفوا فاللايبيليتي زادت، او الاسيتس زادت فالاونرز ايكويتي زادت، او الاسيتس زادت والاسيتس قلت، عشان المعادله تفضل زي ما هي. شغل الرياضه كما يجب ان يكون بالظبط، عشان قلت لك ان المعادله لازم أن تبقى موزونه لانها كانها ميزان حساس، تمام؟ تمام، زي الفل زي الفل. طيب، فهو ده الغرض من الموضوع. Each transaction has dual effect on the equation. تمام، الكلام ده مكرر، كنا قلنا يعني ما قلناش نصا يعني، بس احنا كنا وضحناه في شرح الايه؟ الاسيتس يعني ايه؟ اللايبيلتي يعني ايه؟ والاونرز ايكوتي يعني ايه؟ تعال نبدا نشوف الاول حاجات بسيطه كده، وبعد كده نبدا اوري لك مسالتين على الجزء بتاع التأثير المزدوج ده، تمام؟ تمام. أول حاجة نبدأ نصنف، بيقول لي توملين كلينرز هاز ذا فولوينج بالانس شيت ايتمز، كلاسيفاي اتش ايتمز از ان اسيتس او لايبيليتي او اونرز ايكويتي. وضح لي هل ده اسيتس ولا هل ده لايبيليتي ولا هل ده اونرز ايكويتي، تمام؟ تمام. أول حاجة اكونت بيبل، طبعا أنت مغمض، قلت لك اي حاجه بيبل، اي حاجه بيبل تعتبر ايه؟ لايبيليتي، تمام. وقلت لك ان المثيل ليها مين؟ النوت بيبل. اما الاكونت ريسيفابل والنوت ريسيفابل، دي فلوس هستلمها، فلوس هتخش جيبي، يعني اسيتس اصل للشركه، تمام؟ اما لو انا اللي عليا فلوس، انا اللي عليا دين، ده يعتبر لايبيلتي. زي ايه؟ اكونت بيبل، نوت بيبل، سالاريز بيبل. فخلينا نبص سريعا كده، اي حاجه بيبل تبقى لايبيلتي، النوت بيبل اهي تعتبر ايه؟
liability. كده خلصنا الاولى والثالثه. salaries and wages payable ده برضو liability اهو. اي حاجه receivable تبقى assets. account receivable اهو assets اهو. تمام. طيب الكاش فلوس assets ولا liability ولا owner's equity؟ اكيد assets. لك الاصول ديت الكاش اسف اصل للشركه، اصل للشركه. الفلوس اللي في جيبك انت دلوقتي، انا كمحمود دلوقتي قاعد وفي جيبي مثلا 50 جنيه، ال 50 جنيه دي بتاعتي ولا بتاعت واحد غيري؟ ما هي في جيبي اهي، دي بتاعتي انا، دي اصل ليا انا. البنطلون اللي انا لابسه ده اصل ليا انا، اللي هو التراوزرز، او التيشيرت اللي انا لابسه ده برضو اصل ليا انا. تمام. الاكويبمنت المعدات، المعدات يعني مثلا واحد عنده ايه، جرار، دراسه، الكلام، الحاجات زي دي كده. الاكويبمنت دي تعتبر ايه؟ اسيتس اصلي. تمام. السبلايز دلوقتي وانا قاعد بكلمك على المكتب، المكتب بتاعي عليه اقلام وعليه كراريس وعليه إيه، دباسه واوراق، كل دي تعتبر سبلايز. السبلايز دي تعتبر بالنسبه لي ايه كمحمود؟ تعتبر اسيتس. تمام. واخر حاجه الاونرز كابيتال، كابيتال يعني راس مال، راس مال. وانا مغمض كده اكيد اونرز ايه، ايكويتي. تمام. يقول لي وات از ذا ريليشن شيب بتوين بيزك اليمنت اوف بزنس، اكتب لي المعادله المحاسبيه. اسيتس ايكوال لايبيتي بلس اونرز ايه، ايكويتي. ايه العلاقه بين العناصر بتاعت اداره الاعمال؟ اللي هو اكتب يعني المعادله المحاسبيه بين معناها، طالما ما بين قوسين اهو، اكاونتنج ايكويشن. اف توتال ريسورسز اوف ذا بزنس 250,000، ايه الريسورسز دي يا محمود؟ انا ايه الريسورسز دي؟ فاكر لما قلت لك السورس اوف فاند واليوز اوف فاند؟ نسيت؟ خلينا افكرك. لما قلت لك ان انا كراجل عايز اجيب عربيه، عايز اجيب كار، فانا لازم انا اجيب معايا مصدر للفلوس، عايز اجيب فلوس، صح؟ فمصدر الفلوس ده عباره عن حاجتين اتنين، يا اما فلوس بتاعت الملاك، يا اما فلوس هستلفها من بره. فانا بجمع فلوس الملاك مع الفلوس اللي استلفتها من بره، يبقى ده اسمه مصدر التمويل. عشان اقدر اجيب السياره لازم انا اجيب مصدر للفلوس. الفلوس دي مصدرها جاي منين؟ هل هي بتاعت الملاك ولا فلوس انا مستلفها من بره؟ فدي اسمها سورس اوف فاند. تمام. واستخدمتها فاصبحت يوز اوف فاند. استخدمتها في ايه؟ ان انا اشتريت العربيه. تمام. للتسجيل. الريسورسز دي بقى تسمى التوتال اسيتس. بكام هو اللي قال لي؟ اف توتال ريسورسز اوف بزنس 250,000، يعني الاسيتس مقدارها كام؟ 250,000. والاونرز انفستد، والراجل ده استثمر 150,000. فكده الاونرز ايكوتي معناه بكام؟ 150,000. فبيقول لي الكمبيوت توتال ديبت. الديبت ده يا جماعه يعني الدين هيبقى بكام؟ الدين اللي هو ايه؟ اللي هو اللايبيليتي يعني. ما انا عندي الاسيتس 250 وعندي الاونرز ايكوتي ب 150، ولازم الكفتين بيساووا بعض. ف 250 ماينص 150 يطلع 100، يبقى ده اجمالي مين؟ اللايبيليتي. تمام. بيقول لي اف توتال ريسورسز اوف ذا بزنس 400,000، يبقى التوتال اسيتس مقدارها 400,000، والتوتال ديبت كان 120,000. ادي التوتال ديبت اهو اللي هو اللايبيليتي، يعني 120,000. فيجي يقول لي كومبيوت توتال انفستمنت باي اونرز، احسب اجمالي الاستثمار من خلال الملاك، او احسب النت وورث زي ما قلت لك قبل كده، فاكر؟ او الريزيديوال اهي تحت. قلت لك الاونرز ايكوتي لها كذا معنى. ايه هو المعنى بتاع الريزيديوال ايكوتي، او الكليمز اوف اونرز، او النت وورث؟ يقول لك احسب اي حاجه من الثلاثه دول. ده معناه ايه؟ هو انك تحسب الانفستمنت باي اونرز، احسب الاونرز ايكوتي. فانا عندي التوتال اسيتس 400,000، وعندي التوتال ديبت اللي هو اللايبيلتي 120، اكيد 400 ناقص 120 يطلع لي مين؟ يطلع لي 180، هو اجمالي الاونرز ايكويتي. ده بخصوص السيشن الاولاني اللي هو الورق كله عموما، يعني ورق سيشن 1. احنا كده شرحناها 3 فيديوهات. تعالى بقى احل لك مسائل من قلب سيشن 2 اللي هي موجوده في قلب الكتاب. كل المسائل جايبينها من قلب الكتاب. ادي الكتاب اهو. المسائل فين راحت؟ فين؟ والله شكلها اتلخبطت بقى. او هي اسف، المسائل اللي في قلب الكتاب طبعا انا نقلتها لك، حطيتها لك في قلب الفايل. دي المسائل بتاعت الكتاب. تمام. فاحنا بقى ايه، هنحلها من قلب الايه، الورق بتاعها. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا
حطيت لك الرسمه عشان ما كانتش موجوده في الورق، حطيت لك هنا في الورق الجديد، وتعالى نشوف المسائل بتقول ايه. بيقول لي selected transactions for بيل لون كير كومباني ار ليستد بيلو، شركه بي ال سي عملت شويه ترانزاكشنز، فالمطلوب منك list the number of the above transactions and describe the effect of each transactions on assets, liability and stockholders equity. مش كنت بقول لك من شويه ان لما بيحصل تاثير بيأثر في حاجتين اتنين؟ اه، فقول لي بقى التاثير ده هيحصل فين؟ في الاسيتس ولا في اللايبيلتي ولا في الستوك هولدرز ايكويتي؟ فور اكزامبل، وقال لي على سبيل المثال، وقام قال لي ذا فيرست انسر، جاوب لي هو يعني جاوب لي على السؤال الاولاني ازاي يعني؟ قال لي سولد كومون ستوك، لما الشركه تبيع اسهم فور كاش مقابل كاش تو ستارت بزنس عشان تبدا شغل جديد، ده هيأثر على ايه؟ عايز اقول لك ان لما الشركه، يعني دي المعلومات الشخصيه، يعني دي حاجه كبيره عليك برضو، بس ايه خليني اعرفها لك. لما الشركه تبيع اسهم معناها ان هي بتعمل استثمار، انفستمنت استثمار، هي اللي هو بمثابه ايه؟ بمثابه الاونرز ايكويتي. حتى انا من شويه كنت باجي اقول لك ايه في السيشن الاولاني، لسه اخر مساله حليناها، لما كان بيقول لك احسب التوتال انفستمنت باي اونرز، فالانفستمنت باي اونرز اللي هو يقصد بيه مين؟ الاونرز ايكويتي. تمام. فالانفستمنت هنا لما الشركه تبيع اسهم، الشركه تبيع اسهم فهي بتعمل استثمار، فالاستثمار ده بيعمل ايه؟ بيزود راس المال، راس المال اللي هو مين؟ الاونرز ايكويتي. يبقى ايه اللي حصل في المعادله دلوقتي؟ الاونرز ايكويتي زاد، صح؟ اه. والشركه لما استثمرت، استثمرت مقابل ايه؟ فور كاش، دخل جيبها كاش، فالكاش هي ايه؟ هيزيد. الكاش ده يعتبر ايه؟ يعتبر اسيتس. فكده حصل تاثيرين اتنين، تاثير حصل ان الاونرز ايكويتي زاد والاسيتس هو كمان زاد، زي ما كنت بشرح لك من شويه، ما قلتش حاجه غريبه، قلت لك ان الاسيتس فعلا، نظبط بس الحته دي، قلت لك ان الاسيت يا عم اظبط بقى اهو، الاسيتس لما يزيد الاونرز ايكويتي كمان هي ايه؟ هيزيد. ما ينفعش الاسيتس يزيد والاونرز ايكويتي يقل، مستحيل، لان هنا يعتبر بزود مثلا 100 وبقلل 100، يبقى كده المعادله باظت خالص. اما هنا الزياده حصلت في الاسيتس يبقى يحصل زياده برضه في الاونرز ايكويتي، والعكس لو الاونرز ايكويتي زاد زي ما حصل في السؤال الاسيتس كمان هي ايه؟ هيزيد. تمام، عشان الكفه يتوزن. وهو ده اجابه السؤال الاولاني، حتى يقول لك ايه؟ هيحصل انكريز في الاسيتس، اه كلام مظبوط، اندي انكريز ان ستوك هولدر، ده برضه كلام مظبوط. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب نيجي للنقطه رقم اثنين، بيد مانثلي يوتيليتيز. بيد مانثلي يوتيليتيز يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتدفع فلوس شهريه. تمام؟ كلمة يوتيليتيز أصلا يعني ليها أكتر من معنى، خدمات، يعني خدمات مرافق، ماشي؟ ما علينا يعني، المهم إن أنت بتدفع فلوس، تدفع فلوس إيه؟ بشكل شهري. فأنت لما بتدفع فلوس ده بيأثر على إيه؟ بيأثر أولا على الكاش، مش أنت بتدفع فلوس؟ أه، وفلوس شهرية، تمام، يبقى الكاش هي إيه؟ هيقل. فلما الكاش يقل، الكاش يقل، إيه اللي هيقل دلوقتي؟ الأسيتس أهو، ديكريز ان اسيتس، وانت بشكل تلقائي كده نشيل العلامات دي، الاسيتس لما يقل ايه اللي هيحصل؟ اكيد لازم اللايبيلتي تقل او الاونرز ايكويتي يقل. هو انت بتدفع فلوس؟ اه. دفعت فلوس دي منين؟ ما هو مش من راس مال الشركه؟ اه، فاكيد من اللي هيقل قصادها الاونرز ايكويتي. انت سحبت الفلوس دي عشان تدفعها بشكل كاش، الكاش ده اللي هو اسيتس يعني، وسحبتها من مين؟ من راس مال الايه؟ الشركه. فالتاثير حصل بشكل مزدوج على مين ومين؟ على الاسيتس وعلى الستوك هولدرز ايكوتي، ان الاثنين هيقلوا. طيب رقم ثلاثه، بيرشيزد لاند اون اكاونت، اشتريت ارض على الحساب. الارض لما تشتريها الارض هتصبح بالنسبه لك اسيتس، صح؟ اللاند تعتبر ايه؟ اسيتس اهي. انت لما تشتري ارض يا اما تشتريها وتدفع فلوسها كاش، تمام، فساعتها الكاش هيقل،
يبقى التأثير حصل بشكل مزدوج على مين؟ على الاسيد، زيادة في الاسيدز وانخفاض في الاسيدز، تمام؟ ده المفروض، ده لو انت دفعتها كاش. لكن هو قال ليه في المسألة؟ قال لي ده هو لما جه يشتري الارض يا محمود ما اشتراهاش كاش، ده اشتراها على الحساب، يعني خد الفلوس بالتقسيط، يعني كده هو مديون للراجل اللي اشترى منه الارض. فطالما هو مديون يبقى ده التزام، فطالما ده التزام يبقى ده لايبيليتي، فاللايبيليتي هو كمان هي ايه؟ هيزيد، لان اللاند اسيت زادت. هو خد الارض اهو دفع فلوسها كاش؟ لا، ده خدها على الحساب، والحساب ده قلت لك هو مين؟ اي حاجه بيبل، اكونت بيبل او نوت بيبل، تعتبر مين؟ لايبيليتي، لانه اشترى اشترى الارض دي على مين؟ على الحساب، تمام؟ فزي ما هو اللي تحت كده انكريز ان اسيتس اند انكريز ان لايبيليتي، زياده في الاسيتس وزياده في الايه؟ في اللايبيليتي. رقم أربعة build customers for service performed، باخد من الزبون أو من العميل فلوس نتيجة خدمة تم تأديتها، أنا قدمت خدمة للعميل واداني فلوس، صح ولا غلط؟ صح، قدمت خدمة للعميل، العميل جه جالي مثلا الورشة بتاعتي عشان يصين حاجة في العربية، فأنا صينتها له والدنيا تمام، خلاص خدت منه فلوس وصاد الخدمه اللي انا قدمتها له دي. فلما انا اخد منه فلوس ده يعتبر ايه؟ يعتبر كاش، الكاش يعتبر ايه؟ اسيتس، الاسيتس هي ايه؟ هيزيد، والفلوس دي هتخش جيب مين؟ الشركه اللي هو يعتبر ايه؟ الاونرز ايكويتي. فالتاثير حصل انكريز ان اسيتس اند انكريز ان اونرز ايكويتي، صح ولا غلط؟ صح، وادي الاجابه ايه؟ increase in assets and increase in stockholders equity اللي هو الاونرز ايكويتي يعني، تمام؟ تمام كده احنا خلصنا كام واحده؟ خلصنا اربعه. نيجي رقم خمسه paid dividend، dividend اكتب جنبها كده توزيعات ارباح، توزيعات ارباح، الشركه يا جماعه هتوزع ارباح، معنى كده ايه اللي هيحصل؟ كده فلوس الشركه هت ايه؟ هتقل، صح ولا غلط؟ الكاش بتاع الشركه هيقل، وكمان او الله نوضحها لك هنا عشان ايه تبقى اوضح. دلوقتي انا كشركه هوزع ارباح على الناس اللي شغالين في الشركه، فالاسيتس بتاع الشركه هي ايه؟ هيقل، لان الاسيتس ده يعتبر ايه؟ او الكاش ده يعتبر ايه؟ اسف، اسيتس، انا وزعت كاش فالكاش هيقل، فالاسيتس هتقل لان الكاش يعتبر اسيتس، وانا وزعت فلوس من مين؟ من راس مال الشركه، فراس مال الشركه هو كمان هيقل، فالتاثير مزدوج، يا يزيدوا سوا يا يقلوا سوا، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل، تمام؟ تمام، فهو ده اللي حصل في الحاله رقم خمسه. الحاله رقم سته receive the cash from customers billed in رقم فور، هو رقم اربعه كان قال increase، تمام استلم ماشي. رقم ستة بيقول لي receive the cash from customers in build in four، يعني ايه العملية رقم اربعة اللي حصلت فوق دي؟ انت استلمت من الراجل ده كاش، يعني انت لما عملت له خدمة راح مدي لك الفلوس كاش، ايه اللي يحصل؟ بص يا عم، increase in assets and decrease in assets، يعني ايه؟ اول مرة يا جماعة لما جينا نتكلم قال لي انت عملت بيلد كاستمر فور سيرفيس بيرفورم، انا في فاتوره لعميل خلصتها، يعني خدت فاتوره من عميل او يعني خلصت خدمه لعميل قدمت له خدمه، فايه اللي هيحصل؟ زودت الاسيتس وزودت الاونرز ايكوتي زي ما اتكلمت من شويه، زودت الاسيتس وزودت الاونرز ايكوتي. المره دي بقى قام قايل لي ان انا خدت فلوس في ايدي كاش، استلمت فلوس بشكل نقدي، تمام؟ استلمت فلوس بشكل نقدي، تمام؟ حلو، فايه اللي هيحصل؟ ساعتها الكاش او الكاش هيزيد اللي هو اسيتس، والاسيتس برضه هتقل، لان التاثير حصل في نفس الجنب، ما جابش سيره بقى ايه لايبيليتي ولا على الحساب ولا اي حاجه خالص، تمام؟ تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. نيجي الرقم سبعه incurred utilities expense on account، ركز دايما لما تلاقي اي حاجه على الحساب، معنى الكلام انه هنا بيقول لك انت تحملت تكبت شلت نفقات اليوتيليتي ديت على الحساب، فايه الحل هنا في الموضوع؟
انت دفعت فلوس كاش ولا ما دفعتش كاش؟ لا ما دفعتش كاش خالص يا حبيبي، ده الفلوس كلها على مين؟ الفلوس كلها على الحساب. فايه الاجابه؟ طبعا الاجابه تحت هي ديكريز. راحت فين؟ رقم 7. احنا في 7 ولا في كام؟ 7. دي 7 انكريز اللايبيليتي وديكريز ان ستوك هولدرز ايكويتي. مش فاهم اي حاجه، اقول صلى على النبي. دلوقتي في يوتيليتيز تكلفتها 1000 جنيه وخدتها على حساب، يعني انت مديون لايبيليتي بكام؟ ب 1000 جنيه. صح. السؤال بقى بيطرح نفسه، هل انت دفعت فلوس كاش؟ اه لا اسف ما دفعناش كاش. لو دفعنا كاش كنت ساعتها اقول الاسيتس ايه؟ قلت، وما كانش هيبقى لايبيليتي اساسا، كنت ساعتها اقل الاونرز ايكوتي، ما كانش هينفع خالص. تمام، لكن هو قال لي ده انت في فلوس عليك لحوار اليوتيلتيز ده، فانت ساعتها هتقلل مين؟ الاونرز ايكوتي. يبقى هنا زودت 1000 وهنا قللت 1000، فالمعادله مش هتتاثر، لان هنا لو قلنا ان ده بصفر مثلا يبقى الصفر زي ما هو، و1000 ناقص 1000 يطلع برضو ايه؟ صفر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى التاثير هنا حصل فين يا جماعه؟ حصل في اللايبيليتي زادت لان ده دين عليا، والاونرز ايكوتي ايه؟ قل، وده هو اللي قال لي عليه اهو بالظبط. increase in liability and decrease in stockholders equity. تمام. رقم 8 purchased equipment، اشتريت معدات. المعدات دي اسيتس ولا لايبيلتي ولا اونرز ايكويتي؟ المعدات دي يا جماعه الايكويبمنت، قلت لك ان هي اسيتس، فانا اشتريت معدات. طيب المعدات دي انا اشتريتها على الحساب ولا الظروف بتاعتها؟ قال لي ده انت اشتريت معدات واشتريتها ودفعت فلوسها، يعني انا هزود قيمه الايكويبمنت واقلل الكاش، لان الكاش اسيتس. زودت الايكويبمنت وقللت الكاش، لان انا دفعت فلوس، فالفلوس اللي في جيبي قلت عشان اشتري ايكويبمنت، فالتاثير المزدوج حصل في نفس الاتجاه، الاسيتس زادت وقلت في نفس ذات الوقت، لان في حاجه زادت على حساب حاجه تانيه، فالمعادله ما تاثرتش، فكله في السليم. increase in assets and decrease in assets. تمام. رقم 9 received cash from customers، انا استلمت كاش من الكاستمر. استلمت ايه؟ كاش. فمعنى الكلام ان الكاش زاد، والكاش ده يعتبر مين؟ assets. وبعدين بقيت الجمله قال لي when service was performed، لو انا قدمت لهم خدمه، يعني انا استلمت كاش منهم لما انا قدمت لهم خدمه، فكده راس مال الشركه ايه اللي جرى له؟ برضه الاونرز ايكويتي ايه؟ زاد. نشوف اجابه السؤال اهو، قال لي increase in assets and increase in stockholders equity. تمام، اظن كده الدنيا بقت اوضح وسهله وبسيطه خالص. يعني نفس الكلام في المثال ده برضه، تعالى نحله سوا مع بعض عادي مش مشكله، على الاقل نحل نصه مثلا ولا حاجه، ان شاء الله نخلصه كله. هيز كمبيوتر تايم شير كومباني انترد انتو ذا فولوينج ترانزاكشن ديورنج ماي 2020. بيقول لي اول حاله، او نشوف المطلوب الاول، بيقول لي انديكيت ويز ذا ابروبريت ليتر ويزر اتش اوف ذا ترانزاكشن اباف ريزلت ان. يعني انت يعتبر زي، فاكر انت حوار التوصيل في الابتدائي ده بقى، كاننا هنوصل بالظبط. يعني عندك 8 جمل، شوف كل جمله اجابتها هتكون اي اجابه من دول، والاجابه حتى موجوده قدامك اهي. تمام. يعني النقطة رقم 1 إجابتها سي، فأنا هخش على طول أجيب لك الإجابة ونوضح. رقم 1 purchased the office equipment for 10,000 دولار from office outfitters on account. بمنتهى البساطة أنت رحت اشتريت إيه؟ equipment. اشتريت equipment، فالإيكويبمنت دي يعتبر إيه يا جماعة؟ يعتبر assets. الايكويبمنت دي هت ايه؟ هتزيد. اشتريت الايكويبمنت بكام؟ ب 10,000. اشتريتها كاش؟ لا، ده هو قال لي اشتريتها على الحساب، يبقى انت عليك دين. عليك دين بكام؟ ب 10,000. كده الاسيتس هتزيد واللايبيتي هي كمان هتزيد. وخلينا نشوف اجابه السؤال، هتلاقي الاجابه رقم سي. الاجابه رقم سي بتقول ايه؟ ان انكريز ان اسيتس اند ان انكريز ان لايبيلتي. فعلا مظبوط الكلام ده. تمام. رقم 2 بيد 3,000 كاش، دفعت كاش فالكاش بتاعي اقل، فور مي رنت اون ستورج سبيس، دفعت فلوس
قيمتها 3000 دولار كاش مقابل ايجار. مقابل ايه؟ ايجار. الاجابه عباره عن ايه؟ decrease in assets، الكاش هيقل، الاسيتس هتقل، يعني هنا الكاش هيقل لانك دفعت فلوس ايجار، ولازم حاجه تقل او حاجه تزيد، يعني يا اما يحصل انخفاض في اللايبيليتي او انخفاض في اونرز ايكويتي او زياده في الاسيت عشان الكفه تتوزن. فايه اللي هيحصل في الحاله دي بقى؟ الحاله دي اللي هيحصل فيها ان الاونرز ايكويتي هتقل. انا لما دفعت كاش جاي من الايجار خدت الفلوس ديت من راس مال الايه؟ الشركه. وهي دي الاجابه الموجوده، قال لي decrease in assets and decrease in stockholders equity، الاجابه رقم دي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. رقم 3، received 12000 دولار كاش، استلمت كاش مقداره ب 12000 دولار from customers for contracted build in ابريل. انا استلمت كام؟ 12000 دولار بتوع ايه؟ بتوع اللهم صل على سيدنا محمد، بتوع عقود تم عمل ليها فواتير في شهر ابريل اللي فات. فور كونتراكتس، كونتراكت ده اللي هو عقد يعني يا جماعه، بيلد يعني عقد كتبناه خاص بفواتير. تمام؟ يعني فواتير مكتوبه. ماشي. المهم كده فلوس دي داخله لينا ولا خارجه من جيبنا؟ ده داخله لينا احنا واستلمناها ايه؟ كاش. فلوس داخله لينا واستلمناها كاش، يبقى التاثير كله حصل في مين؟ حصل في الاسيتس. فهيحصل زياده في قيمه الكاش وانخفاض في النوت ريسيفابل. نوت ريسيفابل يعني الكاش برضه، ان اي حاجه ريسيفابل تعتبر ايه؟ اسيتس. فالاجابه رقم 3 هتبقى رقم ايه؟ increase in assets and decrease in assets. اوضح لك الحته دي برضه. بص يا جماعه، ديت اسمها نوت ريسيفابل، يعني كمبياله. انا ليا فلوس بره، الفلوس دي قيمتها كام؟ كان قايل لي هنا اهوت في المساله، اللهم صل على سيدنا محمد، 12000 دولار. 12000 دولار، ليا 12000 دولار بره، دول موجودين في الايه؟ في الفاتوره. فجيت وقت الاستلام استلمتهم فعلا خلاص، فانا استلمتهم بشكل كاش، فالكاش بتاعي هي ايه؟ هيزيد، صح ولا غلط؟ صح، الكاش بتاعي هيزيد ب 12000 دولار. الفاتوره دي بقى هتفضل زي ما هي ولا هتتقطع؟ هتتقطع. فلما تتقطع هتتلغي خالص، فالنوت ريسيفابل هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. ليه؟ لان الفاتوره خلاص انا خدت في قيمتها. فالنوت ريسيفابل هي ايه؟ هيقل. ليه يا محمود هيقل؟ لان انا استلمت خلاص قيمه الفاتوره، فحصل زياده في الاسيتس وانخفاض في الاسيتس، ملناش دعوه باللايبيلتي ولا الاونرز ايكويتي تماما. ليه يا محمود؟ لان الفاتوره تم دفعها خلاص بشكل رسمي فهمي نظمي زي الفل. رقم 4، performed service for Bayless Construction Company فور 4000 دولار كاش. احنا قدمنا خدمة لشركة بي ديت مقابل 4000 دولار كاش، قدمنا خدمة ودخل جبنا كاش. تمام. الإجابة هتبقى رقم بي، اللي هو بيقول لك فيها إن ده زيادة في قيمة الأسيتس. ليه زيادة في قيمة الأسيتس؟ لأن احنا قدمنا خدمة، ولما قدمنا خدمة خدنا الفلوس كاش. الكاش ده أسيتس ولا لايبيلتي ولا أونرز كتير؟ الكاش ده أسيتس، فالأسيتس هتزيد، وقدمنا خدمة فالاونر زيكوتي هو كمان هيزيد. فزيادة حصلت في الجنبين الاثنين، زيادة في قيمة الاسيتس وزيادة في قيمة الستوك هولدرز ايكوتي، زي ما الراجل ده قايل كده. تمام. تمام. نيجي اللهم صل على سيدنا محمد لرقم 5، بيد ساوثرن باور، شركة ساوثرن باور كوربوريشن، دفعنا لهم 10000 دولار كاش فور انرجي يوز ان مي، عشان خاطر فلوس زي ما تقول ايه، فلوس كهرباء، فلوس طاقه يعني، اندفعت فلوس استخدام طاقه في شهر مايو، دفعنا لهم فلوس. فمعنى الكلام ان انا كده دفعت كاش، ف بمنتهى البساطه دفعنا كاش، فالكاش هي ايه؟ هيقل، ان ده ايه؟ اسيتس، وقصادها هيقل مين؟ الاونرز ايكوتي على طول. تمام. التاثير بيبقى الناحيتين. دي رقم كام؟ رقم 5. نقطة رقم دي الإجابة هي
decrease in assets and decrease in stockholders equity. تمام؟ تمام. رقم 6 stock holders invested استثمروا يعني ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ يعني زياده في الاونرز ايكو على طول وانا مغمض. تمام؟ ان اديشنال $30,000 ان ذا بزنس، يعني استثمروا ب 30,000. يعني ايه استثمروا ب 30,000؟ يعني الجماعه دول دخلوا زودوا استثمارات ب 30,000، والاستثمارات دي قيمتها 30,000 يعني ايه كاش، فال 30,000 دول هيزيدوا الناحيه الثانيه برضو في الايه؟ في الكاش، فالزياده هتبقى هنا في الاونرز ايكوتي وكمان في مين؟ في الاسيتس. يبقى زي حصلت في الجنبين الايه الاثنين. نشوف الاجابه رقم 6، 6 هتبقى رقم بي، رقم بي increase in assets and increase in stockholders equity. حلو الكلام زي الفل والدنيا رايقه خالص يعني. رقم 7 paid office outfitters for equipment purchased in واحد، النقطه رقم واحد دي بيقول لي هنا اول حاله لما انت رحت تشتري اوفيس اكويبمنت ب 10,000 اشتريته على الحساب، فساعتها احنا قلنا ايه؟ قلنا هيبقى زياده في الاسيتس والزياده في اللايبيليتي. المره دي بقى ما قال لي لا، انت رحت تدفع فلوسه ودفعتها كاش، دفعناه، فايه اللي هيحصل؟ فساعتها هقلل اللايبيليتي وهقلل الاسيتس، الاثنين هيقلوا مع بعض. فرقم 7 الاجابه هتبقى رقم ايه؟ decrease in assets and decrease in liability. ليه يا محمود؟ لان انت من شويه يا عمنا قلت لي في الحاله رقم واحد انك رحت تشتري equipment فزودت الاسيتس واشتريتها على الحساب، ولا اشتريتها كاش؟ اشتريتها على الحساب، فالدين هي ايه؟ هيزيد، صح ولا غلط؟ صح. دلوقتي رحت تدفع الفلوس اللي كانت عليه، فساعتها هتقلل ده وهتقلل ده. تمام. اظن الدنيا سهله خالص ان شاء الله يعني. نقطة رقم 8 incurred advertising expense for May of $1,500 on account. يعني أنت تحملت مصاريف أو نفقات لشوية إعلانات أنت عملتها في الشهر بتاع مايو ده مقدارها 1500، بس 1500 دول كانوا إيه؟ كانوا على الحساب. انت تحملت مصاريف بس المصاريف دي مش كاش، انت تحملتها على الايه؟ على الحساب. معنى ان هي على الحساب يعني ده دين عليك، ده ايه؟ دين عليك. فمعنى كده ان انت مالكش دعوه بجزء اللهم صل على سيدنا محمد، جزء الاسيتس خالص، لا من قريب ولا من بعيد، انت كل تركيزك على مين؟ على اللايبيليتي. فانت عليك فلوس، فالدين بتاعك هي ايه؟ هيزيد. هو انت دفعتها كاش؟ قال لي لا، ده انت دفعتها ده على الحساب. تمام؟ لانه لو كان قال لي كاش كنت اتعاملت هنا على الاسيتس، فانا خلاص انا على الاسيتس دي خالص، انا بتكلم على مين؟ على اللايبيليتي، وهقلل مين؟ الاونرز ايكويتي. راس مال الشركه هيقل ان الشركه مديونه بره، ففي طرف زاد وطرف تاني قل. لكن انا لو كنت دفعتها كاش كنت هقلل الاسيتس وهقلل الاونرز ايكويتي يا جماعه. بس هو ده كان حديثنا الخاص بالاكاونتنج ايكويشن. ان شاء الله باذن الله نكمل حاجه جديده باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه. صل على النبي من قلبك واشكر الله يا حبيب قلبي. يلا سلام.